أنتقل إلى المداخلة اللاحقة للأستاذ كمال بالحركة حول موضوع الوثيقة العدلية المراحل والبيانات. فالأستاذ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. سأتناول باقتضاب من خلال العقد الذي تسلمتموه هذه المراحل التي تمر منها الوثيقة العدلية، لأن الوثيقة العدلية التي بين يدينا الآن هي ثمرة قرون، تقريبا من القرن الثاني الهجري تأسست الوثيقة العدلية في المغرب قبل مدرسة الإمام الشارسي وغيره. نتقاعد علم التوثيق في الأندلس مع القرن التالي كتبه أصبح علما وفنا مستقلا عن القضاء وعلومه. لذلك فالوثيقة العدلية كما سنرى في القانون المغربي تمر بمجموعة من المراحل، وكل مرحلة تمر من الوثيقة إلا وتبقى آثارها وبصمتها على هذه الوثيقة حتى لا يقع تحريفها أو تزويرها بعد خروجها من يد العدل أو الناسخ أو خطاب القاضي عليها أو تزوير المبالغ بعد تسجيلها. لذلك فتثبت آثار من تلقاها ونسخها أو انتسخها، وتحدث أستاذ بولاد علي استخراج النسخ وخاطب عليها مع تواريخ كل مرحلة أو إجراء مرت منه بما ينتفي معه التزوير أو الإلحاق أو الإقحام أو غير ذلك مما يقع التزوير به. لذلك سأتناول باختصار المراحل التي تمر من الوثيقة العدلية، ثم أيضا بيانات الوثيقة العدلية التي تسجل هذه المراحل. إذن أول المراحل كان مرحلة التحمل، ثم الأداء والتلقي، ثم التحرير، هذه كمرحلة في مرحلتين، ثم التسجيل إن العقد يحرر العدل موجزا منه إذا كان خاضع للتسجيل ويسجله في مصلحة التسجيل، ثم بعد ذلك يعاد تحرير الصيغة النهائية للعقد لإدخال لبيانة التسجيل فيها، ثم تحريره نهائيا، ثم تضمينه من طرف الناسخ، ثم خطاب القاضي عليه، ثم يرسل القاضي بعد الخطاب عليه نسخة أخرى إلى التسجيل حتى لا يقع التزوير ما بين العدل أو التضمين أو التضمين والخطاب، مما ينفي كل شبهة عن الوثيقة العدلية. ثم التقييد في السجلات العقارية، وهذا ما سيتحدث عنه زمن الأستاذ العالمي. إذن أول التحمل، التحمل هو تحقق علم الشاهد بالشهادة، يحضر واقعة معينة يرى فلانا اعتدى على فلان أو تسلم من فلان أو غير ذلك من الوقائع التي يشهد عليه. إذن فهو علم الشاهد يقينا به شهادة معينة من مختلف جوانبها، مشهود له، مشهود عليه، مشهود به أو مشهود فيه، بجميع الجزئيات والتفاصيل بصفة يقينية لا يتطرق إليها الشك والارتياب، ويعتبر اللبنة الأولى في الشهادة. فقد يرى الإنسان واقعة وهو في عمره 14 إلى 15 سنة ويشهد بها بعد 20 أو 40 سنة، وهنا مهمة العدل أن يستفصل باستفصال الشهود أن يستفصل الشاهد. هناك تكلم عن المهنة، لأن أصل مهنة العدول لا يجب أن يمارس إلا الأتقياء، ماشي هو كيشوف الشهادة شحال بيشهد، كيشوف الآثار ديال الشهادة. لذلك قال بعض الشعراء سي عبد الله ومن العدول قال كل الناس عدول إلا العدول، نادرة عدول سمو العدول، كل الناس عدول إلا العدول، أو إن العدول الذين جاد الزمن بهم هم عن العدالة والتوثيق قد عدلوا، أحداث سن وعقول كسنهم، والله لو شهدوا في الكلب ما قبلوا.
لكن كثير كما أشار الأستاذ أبو العزيز، وهذا في جميع المهن، من الأستاذ الطالب الرجل الأمن القاضي الماشي، يوجد الصالح والطالح، وكاين كتب كثيرة في ذم الجميع. الجميع. إذن فيعتبر تحمل الشهادة هو اللبنة الأولى التي تؤسس لهذه الشهادة، ولا يتصور أداء للشهادة بدون تحمل. إذاك قلنا وكان العدول، نتكلم عن مهنة العدالة، حرب لا نناقشه إما من داخل أصحابها أو من لا يسعهم هذه المراحل الدقيقة التي تضبط بها الشهادة. لذلك العدول على درجتين أشار إلى الأستاذ، كاين العدول المبرز والعدول الآخرين، هذا الغير يشهد في البيع وغير ذلك. أما شهادة اللفيف كتعلق بالاستمرار وثبوت الزوجية والنسب وغير ذلك، هذا لا يشهد، لا تؤدى إلا عند العدل المبرز الذي برز على أقرانه بنباهته وذكائه، يستفسر الشهود، يختبر علمهم إلى غير ذلك، فيرد الشهادة ويقبله. إذن ويحصل إما بالعلم العقل، أنه منذ كان يعقل يعرف أن فلانة هي زوجة فلان، أن فلان ابن فلان أو غير ذلك، أو فلان يتصرف في هذا الملك، أو فلان يشتغل عند فلان أو غير ذلك، أو بالسماع الفاشي من الناس، أو برؤيته وحضوره وغير ذلك من الوسائل العقلية والعلمية التي تثبت بها العلم بالوقائع. ثانيا الأداء والتلقي. الأداء والتلقي يدوران وجودا وعدما. الأداء هو أداء الشاهد للشهادة أمام عدلين منتصبين للشهادة، هذا أشار إلى التدخلات السابقة، يدونانها مباشرة في مذكرة الحفظ، ثم يتلقى صاحب الشهادة وصلا بهذه الشهادة التي أدها فيه مدى أدها ورقم المذكرة التي أديت فيها، وهذه ما يصون مذكرة الوثيقة العدلية من التزوير، فهي تدون في مذكرة الحفظ مباشرة، والمذكرة رقم تسلسلي لكل عدل، ويوقع قاضي التوثيق على جميع صفحاتها، ويفتتحها قاضي التوثيق ويغلقها كما في الصورة. وأيضا هذه صورة من الشهادة في مذكرة الحفظ مع توقيع العدلين عليه. وما يتعلق بالشهادة، قد تضيع الشهادة تحرق المحكمة، غادي يرجعوا لي مذكرة الحفظ لاستخراج أو ما يسمى بالخطوط الرفع على الخطوط. لذلك هنا حدث الأستاذ بن حمد على أن النزول أو تنزيل الشهادة في مذكرة الحفظ يعتبر ترسيما وإضفاء للصغار الرسمية عليه. وشوفوهم هنا دائما لا يمكن نفصل القانون على الواقع المجتمعي، هناك لوبيات تستثمر في العقار وغير ذلك تحارب كثير من الامور، لا توثيق العدل ولا حتى العصري. ثم يتلقى طالب الشهاده وصلا عن هذه الشهادة التي باع ولا شراء أو غير ذلك، فيتلقى وصل بناء العدل. النوتر ما كيعطيك حتى حاجة، كتعطيه فلوس وكيعطيك واحد الورقة نوتريمية وكتديها. إذن هنا وهذه الأمور تقعدت بقرون من الممارسة التوثيقية في المغرب، لكنها تحارب الآن. ثم بعد تلقي العدل الشهادة يحررها، والتحرير على صورتين. الأول إذا كانت عقود خاضعة للتسجيل فيحرر العدل موجز لعقد البيع ولا الشراء ولا الهبة أو غير ذلك اللي في نقل الملكية، هذا العقد اللي عندكم عقد نهائي، هذه نسخة موجزة.
يذهب بها العدو بعد ذلك لمصلحة التسجيل، كيسجل وكيدير رسوم التسجيل إن كلفه بذلك أصحاب الشهادة على خلاف الموثق العصر، هو كيقوم بهذاك الشيء بموجب القانون. هنا العدس ممكن يقوم به الموثق أو النوطير عفوا العادل أو غيره، مع العلم أن أعباء ياك الأعباء ديال التنقل ديال العادل باش يمشي سجاد مبلغ فلف ويخلصوا الطلع تعرفوا شحال يا أستاذ؟ عشرات دراهم، عشرات دراهم هذا عنده قانون واش حنا في عشرات دراهم ماشي تاع الطوفيس ماشي تاع الكلينيكس ماشي تاع إلى هذا الشيء المبلغ وغيخلصوا بالشيك ديالو ولا تمشي غير دار الشيك ديالو غتمشي له أكثر منها. أيه 11 درهم هذا باش هو هذا الاستهزاء الكامل شيء. إذا وإذا كانت العقود غير خاضعة للتسجيل فالعدل يحررها نهائيا ويسلمها إلى قاضي التوفيق كإثبات الزواج الزوجية أو الزواج أو إثبات الطلاق أو غير ذلك من الأمور التي لا تخضع للتسجيل وتحر في أجل 6 أيام من تاريخ التلقي. ثم بعد هنا كتكلموا في التحرير الأولي هذا يخص العقود الخاضعة للتسجيل هي التي تحرر مرتين، المرة الأولى المجرد والمرة الثانية تحرير النهائي. إذن عفواً التسجيل إذا بعد كتابة الموجز فإن العدل يوجه إلى مصلحة التسجيل. هناك الأجال والنساب الأجال نشير لما بين 35 و 45 يوم الاختلاف في مكتب العدل واش يوجد واحد المكان فيه مصلحة التسجيل أو كان مثلا في البادية أنا مثلا في موزان ولا شي مكان آخر عنده 45 يوم. إذا هذه النسخة الموجزة هي التي يسجلها العدل، وبعد تسجيلها تلاحظون هنا ماذا؟ مراجع التسجيل، هذا إجراء تقوم به مصلحة التسجيل والتنبير ثم المبلغ ديال التسجيل التاريخ ديالو والمراجع التي سنراها بالأرقام والحروف. إذا بعد تسجيل العقد والنسب ديال التسجيل ديال العقود غتكون في الجلسة الثانية مع الأستاذ الطب. إذا هنا بعد تسجيل ينتقل العدل إلى التحرير النهائي للعقد، وهنا العقد بعد التحرير النهائي يدخل فيه ماذا زاد على العقد؟ بيانات تسجيلية. وما هي الفائدة من هذا الأمر؟ يقدر العادل يدير واحد الرقم تما ديال المبلغ ديال البيع ديال 40 مليون يسجلوا ب 40 مليون وبعد التحرير يدير اكثر 60 ولا 80 مليون. واش مفهوم؟ حماية مصلحة التسجيل لحقوقها ايضا وتفادي التزوير. هذا العقد بعد تسجيله يعاد تحريره نهائيا ويسلم لقاضي التوثيق الذي يأذن بتضمينه. وكنلاحظوا هنا ها هو العقد أضيف فيه هنا عينة وسجل هذا الرسم بتزنيد في 7/5 كما عندكم في العقد الأمر بالاستخلاص جميع المراجع عدو ديال التسجيل 18600 درهم. إذا بعد الموجز يحرر نهائيا وتضاف هذه المراجع اللي فيها مكتب التسجيل الأمر بالاستخلاص القائمة العادات مرجع الأداء ثم مبلغ التسجيل. إذا كل هذا الأمور تفادي للتزوير وتفادي لضياع حقوق الناس ثم تاريخ التسجيل. وكما تلاحظون هذا صاحب هذا العقد إذا أراد أن ينقل هذه الملكية للغير فتضمن هذه في ما سنرى في بيانات الوثيقة العدلية. إذا بعد تحريره يوجه إلى القاضي وهذا أشرت إليه أستاذ أسماء. إذا بعد أخذ القاضي للعقد المحرر نهائيا من العدول يوقع في جانب منه ينبه إلى الإذن
بتضمينه. إذن هذه مهمة يمارسها شخص آخر ليس العدل، وأنا أعارض المسدد أي تحمل في تضمين. التضمين لا يجب أن يكون من مهام العلم، يجب أن يكون مهام النسخ. انتهت مهمة العلم في التحرير. إذا كان تأخر في التضمين هذا مشكل لا يرتبط بالناسخ، يرتبط بمهنة النساخة اللي لم تهيكل ولم تنظم في المغرب حتى تقريبا 2009 2001 الناس واحد السيد كافان واحد الناس اختاروا ذا بيكالا كيمشي كيحلل تما مع والو كيحلو كينسخ. عنده مسؤولية خطيرة جدا على السجلات ديال الأملاك ديال الناس من العشرينات و 1900 و كاين سجلات في المحاكم وهذا السيد ما عنده لا رقم تأجير لا تمسيني حتى ورقة قدر يزيد بحاله ما عنده ما يديروا ليه ولا بحال انت واحد جا دخل هذا المدرج وخرج ما عرف سميتو ولا حتى الصورة ديالو واش ما كاين هذا قمة ديال التهاون في الحقوق ديال الناس. ولا زالت المهنات النسخ الآن الناسخ أول شرط فيه بعدا قابل خلق الشروط يكون طالب القانون أو الشريعة وأيضا أن يكون ذا خط جيد واش مفهوم؟ هذا هو الشرط كتلقى واحد ناسخ غير كي كيفاش يكتب لأن هذاك العقد غادي يجي يقراه الناس بعد قرون أو بعد سنوات. إذا قلنا بعد الإذن بالتضمين فيضمن العقد أحد السجلات المخصصة لذلك، والسجلات لا زالت ترتيبها متخلفا. الفقهاء رتبوها كانت المدينة فيها 4000-5000 ديال السكينة، ضرب عندنا المدن فيهم الملايين، كنحتاج واحد إعادة ديال الترتيب بالإضافة إلى الأرشيف الإلكتروني للعقود. إذا قلنا يسجلها في العقد في السجل المناسب، وكل سجل عنده مواصفات معينة ولأيضا للتضمين آجل يجب أن يلتزم بها الناسخ. إذا وبعد التضمين تضاف في الوثيقة مراجع التضمين، هاي ضمن بعدد 32 صحيفة 206 رمى كاينة تما كناش أملك 14 بتاريخ باش انت واحد السيد بغا واحد النسخه المفتشين ديال الماليه بغا يرجع يشوف المبلغ الذي ضمن واش هو الذي سجل به العقد حتى لا يقع عقد زوير. يقدر واحد السيد يدعي ان العقد ضاع منه ويريد ان يستخرج نسخه، من حقه يمشي تستخرج نسخه مباشره من سجل التضمين. يقدر ذاك المبلغ تبع بالدرع 20 مليون في سجل التضمين غتلقى 60 مليون. هنا المراقبين ديال وزارة المالية كيرجعوا للرقابة ديال العقود شي كامل ما كاين، راه حتى القضاة لا يراقبون المكاتب العلوم لأن كثرة المهام وكثرة المسؤولية. إذا قلنا كل هذه المراحل تصون الوثيقة عن العبد، ثم المرحلة الأخيرة هي خطاب القاضي بعدما يضمن الناسخ الوثيقة. كنلاحظوا هنا يضاف إليها بعد ما رجع من خطاب القاضي وهذا أشار إليه الزملاء. ثم بعد خطاب القاضي يكون من واجب القاضي وأشرت إليه أستاذ أسماء يرسل ماشي العدل يرسل نسخة من هذا العقد لمصلحة التسجيل. نخسر قرنها بالموجز واش ذاك العدد اللي فيه ذاك الشخص اللي فيه ذاك الدار هي اللي فيه. وأيضا مراقبين ديال وزارة المالية كيرجعوا أيضا ليراقبوا ماذا سجل التضمين ويراقبون أيضا الوصولات التي يسلمها العدول لأصحاب الشهادة. ثم بعد ذلك تقيد الشهادة سيرة المستد العالمي بقي باختصار الشهادة وبيانة الوثيقة. إذن هذه الوثيقة عفوا إذا قلنا بعد الوثيقة بعدما اكتملت لا بد وما يراه القاضي وكذا
التي قالها مجموعة من البيانات هي التي تقعدها. أول اسم العدلين ودائرة الانتصاب تواريخ الوثيقة بيانة المذكرة موضوع الشهادة غير المتعاقدين جميع المراحل التي مرت منها الوثيقة فتكون لها بصمات على هذه الوثيقة التي بينكم. نعطوا غير مثلا أول اسم العدلين فيذكر في طليعة الوثيقة تلقي نحن العدلين عبد الله أيد أحمد الذي بجوارنا وليس على المتوكل ودائرة الانتصاب أحكام ابتدائية بتزنين ثم بيان مذكرة الحفظ المذكرة التي وقع فيها التلقي تذكر هنا ليرجع إلى عند النزاع هاي رقم المذكرة 14 للعدد الأول تحت عدد 159 صحة 116 ثم موضوع الشهادة هو عقد الشراء يكون في الأعلى وفي الوسط ثم التعريف بالمتعاقدين البائع والمشتري هاي السيدة الجهنة الحمحيدان يكون كذا الجنسية الاسم الشخصي والعائلي والأبوين والبطاقة الوطنية وتاريخ تسليمها والحالة العائلية واش متزوجة أو مطلقة أو أرملة وعنوان سكنها وأيضا لنفسها ولأولادها القاصرين أسماؤهم وعناوينهم ثم التعريف بالمشهود عليه اللي هي أنا جميع الملك المسمى كذا الرقم الرسم العقاري أش يكون مساحة الإجمالية 150 بالتفصيل وهو عبارة عن دار في عدد البيت ومطبخ وغير ذلك من الأمور حتى ينتفي التزوير أو اختلاطها بغيرها وأيضا هنا النسب ماذا تملك لكل واحد من الأبناء بحسب سهامه من تركة أبيه ثم مستندات العقد ما هو مدخل التملك الذي استند إليه هذا العقد وهنا يشار إليه الصائر إليه بقعته برسم اشتراء بمؤسسة العمران المسجل بتزنيد تاب العقد إلى عبد السيد بعض دار أرى مدخل التملك هو صار إليه برسم شراء مؤرخ ومسجل وغير ذلك ثم شهادة العدلين في الأخير شهد به عليهما وبأتمه ثم توقيعهما هنا العدلين والعدل السابقون كانوا كما يسمى بالشكل الشكل ديال العدل يصعب تزويره بحال توقع تسلم ديال الفحصي هذاك هو الشكل ديال العدل واخا ديرو في السكانير تا سميتو ما عندك ما تشوفو سيري سيري ليكم تشوفو شكل ويضعه في كتابة ضبط المحكمة الابتدائية والآن العدل البلية ولو غير كيدير شي تذكرة جرصة أما الشكل واجب وخا يكتب هذا الشيء ويدير كل شيء الشكل ويعرفه العدل يعرفون خطوط وأشكال بعضهم ثم أخيرا مراجع التسجيل وسجل هذا الرسم في تزنيد ثم أيضا مراجع التضمين ثم خطاب القاضي ثم أخيرا تواريخ الوثيقة العدلية تلقي تحرير تسجيل التضمين ثم الخطاب بصمة لكل مرحلة وحفلة شكرا لزميلي الاستاذ كمال بوكتار على مذاكره القيمه التي عرضت لنا تناولت المراحل التي تمر منها الوثيقه العدليه ثم كذلك تناول الاستاذ حينما عرض الوثيقه كيفيه صناعه هذه الوثيقة العدلية أي ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة من تعريف بهوية الطرفين وتحديد لموضوع العقد إلى غير ذلك من البيانات التي تتضمنها الوثيقة هذا يدل على أن التوثيق هو بالإضافة إلى كونه علما هو كذلك صنعة
صنعه تكتسب بالميراث، تكتسب بحسب يعني بالزمن. لا يمكن للشخصي ان يكون عدلا ولو انه بالكوي بالمباراه، لا يمكن ان يطلق الشخص عدلا يتفنن في صناعه الوثائق العدليه بمجرد نجاحه في الامتحان. درجة أن يعتبر نسبة المنطقي العصري الآن أنه يأخذون عن السلف، يأخذون العقود، كل شيء ينقل على شيء. نماذج ديال التصرفات ديال العقود التي أبرمت يتم نقلها من عدل إلى آخر. بالنسبة للمنطقي، المنطق تجد عنده في الحاسوب جميع نماذج العقود، سواء تعتقد أو بالشركات أو بكذا، يضيف فقط أسماء الأطراف الرؤيتين والثمن ومكان الإقامة إلى غير ذلك. أما البيانات كلها متعلقة بنظام أساسي لشركة أو بعقد فإنه معد مسبقا، إلى درجة أنه يمكن القول أن أي شخص يمكنه أن يمارس هذه المهنة. طالب في الإجازة يمكن للموثق بالشكل الذي يمارسه، لكن هذا يبدو بحيث الشكل، لأنه هناك أمور خطيرة أخرى، أنه حينما تكون أمام مستثمرين أجانب يرغبون في إبرام عقد، كل طرف على حدة له مصالح معينة، كيف يمكن أن تضبط أن تقوم بالصياغة القانونية لرغبات كل طرف على حدة؟ كيف يمكن أن تحمي حقوق شخص معين بآليات قانونية؟ أنت سوف تبدعها، أنت صانع لها، هناك تبان الصنعة لا ديال الموثق ولا ديال العدل في الأمور الأخرى التي يمكن أن نضيفها عن الأمور التقليدية. وأعطيك كلمة حتى لا أطيل.